سؤال 16 مطيني homogeneous rectangle block، بمعنى بلوك يكون بشكل مستطيل، طول الضلع هذا هو A وطول الضلع هذا هو B. بالتالي لو أريد أرسمه free body diagram وأقسمه إلى قسمين لكل المسافات، فهذه B على 2 وهذه B على 2 وهذه A على 2 وهذه A على 2، وعندي زاوية ثيتا اللي هي الزاوية ما بين المحور المائل ويا محور X، اللي هي نفسها ما بين MG اللي هي قوة الوزن قوة عمودية الأسفل ومحور Y. فنشوف إلى أنه هذا البلوك يريد ينزلق بهالاتجاه هذا، فبالتالي بفريكشن فورس تكون معاكسة لاتجاه الحركة، فتكون اتجاه بهالاتجاه هذا، وبالتأكيد أيضا عندي نورمال فورس تكون عمودية على السطح. فنورمال فورس تصلح زاوية مقدارها ثيتا ويا محور Y، اللي هي نفسها الزاوية ثيتا اللي هي نفسها الزاوية ثيتا. فراح آخذ محاور مائلة X و Y. اللي يريده مني انه انطيني فد حالة معينة او فد معادلة معينة تبين لي وفق هذه المعادلة هل البلوك راح ينزلق بالاول او انه راح يميل ثم ينزلق بالاول، على اعتبار انه الثيتا هذه هي gradually increased، بمعنى انه تتغير قيم الثيتا انه يزيدون بها شوية شوية. فيريد منا انه نوصل معادلة بحيث وفقها نقول اذا صار كذا فالبلوك ينزلق الاول، او اذا صار كذا فالبلوك يميل ثم ينزلق. اذا نسوي معادلاتنا الطبيعية وبعدين نفتهم الناتج. بالبداية اخذ سيجما فيك سيجما فاي. سيجما فاي فعندي الان قوة نحو الاعلى على اعتبار المحاور مائلة اخذتها، فالان نحو الاعلى معناه موجب، والام جي كوساين ثيتا نحو الاسفل فيكون سالب. هذا الام جي بس اعطي كوساين ثيتا طبق على المحور واي المائل وهو الاسفل، اذا سالب. اذا من خلال هذه المعادلة الان يساوي ام جي كوساين ثيتا، الاف راح اعتبره يساوي الاف ماكس، فهو يساوي ميو في ان، اذا ميو في ام جي كوساين ثيتا. هذا بالنسبة لسيجما فاي. سيجما فاي يساوي صفر، عندي يعني الاف وعندي الام جي ساين ثيتا. اول شيء عندي الاف يكون اتجاه بهالاتجاه هذا معناه موجب، وعندي الام جي، هذه الام جي لو اعطي كوساين ثيتا انطبق على المحور واي، فراح اعطيه ساين ثيتا حتى ينطبق على المحور اكس، فبالتالي ام جي ساين ثيتا واتجاهه نحو اليسار يكون سالب. اذا ام جي ساين ثيتا يكون سالب. اذا هذا الاف يساوي ام جي ساين ثيتا، واني اف طلعت من هذه المعادله ميو في ام جي كوساين ثيتا، فاذا ميو ام جي كوساين ثيتا يساوي ام جي ساين ثيتا. الام جي وين ام جي يختصر، هذه كوساين لو اجيبها تحت الساين فساين الكوساين هو تان، فصارت عندي هذه معادله تان ثيتا يساوي ميو. لو اترك هذه معادله بعدها احسب التان ثيتا، بما انه انا عندي تان ثيتا يساوي ميو احسب التان ثيتا هو شنو يساوي اصلا. لو ارجع لهذا الشكل اشوف هذا مثلث زاويه ثيتا وهذه مسافات عندي بالمثلث، هذا هو المقابل اللي هو اي على 2 وهذا هو المجاور اللي هو بي على 2، فاذا تان ثيتا يساوي مقابل على المجاور معناه اي على 2 على بي على 2، فبالتالي تان ثيتا يساوي اي على 2 على بي على 2، الاثنين ويا اثنين صار عندي اي على بي. اذا هذا التان ثيتا بدل ما اكتب تان ثيتا راح اكتب اي على بي، اذا اي على بي يساوي ميو، لو انقل البي الى الطرف الثاني فيصير عندي الاي يساوي ميو في بي، فاذا طلعت عندي المعادله النهائيه اي يساوي ميو في بي. اذا هذه هي المعادله اللي تربط ما بين الكوفيشنت اوف فريكشن الميو وكذلك ابعاد هذا الريكتانجل. بالتالي وفق هذه المعادله اذا كان الاي اكبر من البي في ميو، فاذا كان هذا البعد اكبر من هذا البعد، الاي اكبر من البي، هذا الاي وهذا البي، فالاي يمثل مقابل والبي يمثل مجاور، فاذا كان الاي اكبر من البي لما ناخذ تان ثيتا فهذا المقابل اللي هو البسط على المجاور والمقام، فالبسط يصير اكبر من المقام، بالتالي مقدار الثيتا راح تزداد. اذا كل ما يكون الاي اكبر من البي فمقدار الثيتا راح تزداد، بالتالي اذا ازدادت مقدار هذه الثيتا فمعناها البلوك هذا راح ينزل بالاول، فراح يصير بي سليبنج. فاذا كل ما يكون الاي اكبر من البي في ميو فمعناها البلوك سليب فيرست، بينما البلوك تيبس يعني يميل اذا كان الاي اصغر من البي في الميو.